فتوى إسقاط الجهاد يقينية، فتوى إسقاط الجهاد يقينية، وعمالة السيستاني يقينية أيضا. فهل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ هل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ وأضاف: حتى الآن كان الشيعة. من الذي أضاف؟ أضاف ممثل، أضاف المتحدث باسم المؤسسة، باسم مؤسسة الخوئي. ماذا قال؟ قال: حتى الآن كان الشيعة في العراق وأتباع السيستاني في حيرة، في حيرة بشأن ما إذا كان عليهم حمل السلاح ضد الأمريكيين. فأتى السيستاني وأمرهم بعدم حمل السلاح، وأسقط لهم الجهاد، وحثهم وأمرهم على التعاون مع المحتلين، مع الغزاة، مع المستعمرين. وكان قائد أمريكي في الخليج قد أعلن أمس أن السيستاني أصدر فتوى تحث العراقيين. لاحظ من المتحدث باسم السيستاني؟ القائد الأمريكي عبد المجيد الخوئي، البابا، المتحدث باسم البابا، المرافق للبابا، ممثلة الأمم المتحدة، وقبل هذا كان ممثل الأمم المتحدة، ممثل المحتلين، كان برايمر ورامسفيلد يتحدث باسم السيستاني، وأعضاء الكونغرس، أعضاء مجلس النواب الأمريكي يتحدثون باسم السيستاني. ما هذه المرجعية الخارقة؟ الرئيس الأمريكي يتحدث باسم السيستاني، زعيم قوات الاحتلال في العراق برايمر يتحدث باسم السيستاني، وزير الدفاع يتحدث باسم السيستاني، كلهم عبارة عن ناطق للسيستاني وناطق باسم السيستاني. هذا هو حال العراقيين الأذلاء، هذا هو حال الشيعة الأغبياء، هذا هو حال القطيع، هذا هو حال الجهل والتجهيل، هذا هو حال الاستعباد. من عنده العقل، من عنده الذرة من الإيمان الذي يتعظ ويخرج من القطيع، ويخرج من القطيع إلى نور الحرية، إلى نور التقوى، إلى نور الإسلام. قال: وكان قائد أمريكي في الخليج قد أعلن أمس أن السيستاني أصدر فتوى تحث العراقيين على التزام الهدوء وعدم اعتراض طريق القوات الأمريكية الغازية. وقال البريغادير جنرال خلال مؤتمر صحفي بمقر القيادة المركزية في قطر أن عالم الدين البارز آية الله السيستاني الذي حدد النظام يتحدثون عن إقامته الجبرية، هذه أيضا قضية غير حقيقية، أصدر فتوى. يقول هذا الأمريكي المتحدث، المتحدث الأمريكي باسم الاحتلال، يقول السيستاني أصدر فتوى، ويضيف: حدث هذا صباح اليوم أو أمس، دعا فيها السكان. يقول حدث هذا صباح اليوم، أي الخبر كان بعد يوم، فهو باعتبار المتحدث في يوم أمس. يقول حدث هذا صباح اليوم ودعا فيها السكان إلى الهدوء. السيستاني دعا، والمتحدث القائد الأمريكي، القائد الأمريكي يتحدث باسم السيستاني. هذا القائد الأمريكي هو من وكلاء السيستاني، من معتمدي السيستاني، ورامسفيلد من وكلاء السيستاني، من معتمدي السيستاني، من ثقات السيستاني، وبرايمر من وكلاء السيستاني، من معتمدي السيستاني، من ثقات السيستاني، من المتحدثين الرسميين باسم السيستاني، وبوش الرئيس الأمريكي أيضا من وكلاء السيستاني، من معتمدي السيستاني، من المتحدثين الرسميين باسم السيستاني، وهكذا باقي المسؤولين والمتحدثين المحتلين المستعمرين الغزاة، كلهم، كل هؤلاء هم من وكلاء السيستاني، من معتمدي السيستاني، من ثقات السيستاني، من الناطقين باسم السيستاني، من روزخونية السيستاني. يقول حدث هذا ودعا صباح اليوم، يقول ودعا فيها السيستاني، دعا فيها السكان إلى الهدوء وعدم التدخل في عمليات التحالف. يقول: نعتقد أن هذه نقطة تحول. لاحظ، نقطة تحول، نقطة تحول، يعني لولا فتوى السيستاني لما حصل ما حصل في العراق. يقول نعتقد، المتحدث الأمريكي يقول نعتقد أن هذه نقطة تحول هامة للغاية ومؤشر آخر على أن النظام العراقي يقترب من نهايته. لاحظ،
ماذا يقول؟ يقول: وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عاقبة، قد أعلنت عاقبة بدء الحرب، يعني قبل دخول المحتلين. السيستاني كان قد أصدر فتوى لصالح صدام، وهذه الفتوى جيء بها إلى الصرخي في المعتقل، جيء بالفتوى إلى الصرخي المعتقل في الأمن العام في بغداد في البلديات. عرضت علينا فتوى السيستاني، وقالوا قد أصدر السيستاني فتوى لصالح صدام، لصالح نظام صدام، فتوى طلبوا فيها من العراقيين الوقوف مع نظام صدام. هذا هو النفاق، هذه هي تقية النفاق، هذا هو التشيع، هذا هو السلوك والأخلاق الشيعية. وكانت الفتوى عند الضباط، عند رئيس قسم أو رئيس شعبة التحقيقات أو الشعبة السياسية أو غير هذه العناوين من الأقسام أو الشعب التابعة للأمن العام. كانوا يضعون فتوى السيستاني في جيوبهم، جاءوا بها لي أتى الضباط للاحتجاج علي وللطلب مني بإصدار فتوى. وقلت لكم سابقا وأكرر بأني لم أقبل إصدار الفتوى من داخل السجن، لأنها ستكون فتوى مدفوعة الثمن، فاشترطت عليهم إطلاق سراحي وأخذ القرار أنا خارج المعتقل، وأخذ القرار وأنا خارج المعتقل. كان إصدار الفتوى ثمنا لإطلاق سراحي من المعتقل، ولم أفعل، وحكم الإعدام صادر ولم أفعل، ولم أقبل هذا على نفسي. أين الصرخي وأين عمالة السيستاني؟ أين الصرخي وأين أستاذ الصرخي محمد الصدر والحوزة المأخوذة من صدام والممنوحة من صدام والتعاون مع صدام والذهاب بوفد يمثل صدام إلى إيران؟ أين هذا وأين الصرخي؟ أين السيستاني وأين الصرخي؟ الصرخي عميل أو الصدر عميل؟ الصرخي عميل أو السيستاني عميل؟ السيستاني عميل، خط ونخلة وفسفورة، عميل معتق، عميل أصلي. أستاذ الصدر عميل، خط ونخلة وفسفورة، عميل معتق، عميل أصلي. هذه هي العمالة الحقيقية، هذه هي العمالة المتميزة. لو كان الصرخي عميلا لجهة ما لما وصل حال الصرخي وأبناء الصرخي والأعزاء من أتباع الصرخي إلى هذا الحال. نحن نعلم بما يحصل لو اتخذ القرار. يكفي أن نرتمي إلى جهة ما فتبدأ تلك الجهات بالتملق لك وبسحبك من هذه الجهة، يكون تنافس بين الجهات على هذا العميل أو على ذاك العميل. هذه القضية نعرفها جيدا، لكننا لم نفعل ولن نفعل إن شاء الله. ما أسهل هذا الخط، وما أسهل هذا الطريق، وما أسهل هذه العمالة، وما أسهل هذا الاختيار. هذه هي العمالة، هذا هو الغدر، هذه هي العمالة، هذه هي الغدرة. هل نكون من العملاء، من الغادرين؟ فتوى لصالح صدام، فتوى لصالح الأمريكان، فتوى لصالح الفاسدين، لصالح الدستور، لصالح الحاكم الأمريكي المحتل، لصالح الانتخابات، لصالح تسليط الفاسدين، لصالح القائمة الفاسدة 169، لصالح القائمة الفاسدة 555، لصالح الفاسدين ضد الشباب الذين خرجوا للمطالبة بالوطن، أبرياء، أطفال تم التلاعب بهم بمصائرهم، بحياتهم، بمستقبلهم. آلاف من الأبرياء في أحداث انتفاضة الشباب، أحداث شباب التوك توك والبوبجي. بدأت من هنا، بدأت تحت هذا العنوان، ثم صودرت وصار لها عنوان تشرين وما يرجع إلى هذا. صادرها العلمانيون، صادرها أبناء السفارات، صادرها اللادينيون، صادرها الإلحاديون، صادرها المنتفعون. مجموعة من الشباب، من الأطفال، من الشبان، امتلكوا شيئا من الشجاعة، أبرياء، بسطاء، بغض النظر عن التزامهم الديني، خرجوا للمطالبة بوطن. ونحن تفاعلنا مع هذه المطالبة الحقة الصادقة الضرورية، ومع هؤلاء الأبرياء الذين ضيعتهم العمائم. صدرت انتفاضة ثورة التوك توك والبوبجي حسب ما أذكر في تلك الأيام، لا أذكر الاسم بالضبط.
وصودرت وتحولت حتى تكون فيها محاكاة لما حصل في باقي الدول. وتمت مصادرة القضية، وتعرض الشباب، أغلب الشباب أو كل الشباب الذي خرج في بداية الأمر، تعرضوا للتنكيل، للاعتقال، للإصابات، للإعاقة، للقتل. والمنتفعون أخذوا ما أخذوا من أموال وعطاء من أسيادهم. أين هم الآن؟ أين ذهبوا؟ أين صار الناشطون الذين كانوا يحثون الشباب، الشبان، الأطفال للمواجهة وللتصدي للقوات الأمنية والتصادم مع القوات الأمنية؟ أين ذهب هؤلاء القادة، قادة التظاهرات الذين ركبوا موجة التظاهرات الشبابية، تظاهرات الشبان، تظاهرات التوك توك والبوبجي؟ لم يقتصر ركوب الموج على الأهبل، على هادم المساجد، على ابن الصدر، بل العلمانيون، اللادينيون، أبناء السفارات، الذيول سبقوه في ركوب الموج وفي ركوب الموجة. الكل قد فقد الضمير، قد فقد الإنسانية، قد فقد المبدأ، قد فقد الرجولة، قد فقد الوطنية. أين هم الآن؟ أين الناشطون؟ أين النواشط؟ أين النواشط؟ أين هم؟ لا يوجد. يقول: وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عقب بدء الحرب أن السيستاني وآخرين من علماء الدين الشيعة البارزين أصدروا فتاوى طلبوا فيها من العراقيين الوقوف مع نظام الرئيس صدام حسين ضد القوات الأمريكية والبريطانية الغازية. يقول: كما نسبت بغداد في سبتمبر، يعني قبل عدة أشهر من الغزو الأمريكي، كما نسبت أي السلطات العراقية نسبت للسيستاني، نسبت إلى السيستاني قبل أشهر يعني من الاحتلال، أيضا نسبت له أنه طلب في فتوى أخرى عدم مساعدة الولايات المتحدة على الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، وقالت أن عالم الدين الشيعي قال أن من يساعد الأمريكيين إن من يساعد الأمريكيين سيحيق به العار في الدنيا ويلقى العقاب في الآخرة. التفت جيدا، فتوى قديمة، هذه الفتوى تحدثنا عنها سابقا وكررنا هذا الأمر. هذه الفتوى جيء بها إلينا ونحن في المعتقل، في الأمن العام، في البلديات، في بغداد، في البلديات، وعرضت علينا، وكان الضباط يحملون هذه الفتوى في جيوبهم للاحتجاج بها على الناس، لإبراز هذه الفتوى عندما يسقط النظام ويقعون في أيدي الناس. لا أعلم هذا الأمر، لماذا يحملون هذه الفتوى في جيوبهم؟ وأنا قد عرضوها علي، ضباط الأمن العام في البلديات عرضوا الفتوى في مقابل أن أخرج من المعتقل، عرضوا الفتوى لحثي على إصدار فتوى، والثمن الخروج وإطلاق السراح والخروج من المعتقل. لكن لا نجامل، لا نقبل أن يكون إطلاق السراح، أن تكون حريتنا في مقابل إصدار الفتوى. لم نقبل أن نجعل لحريتنا ثمنا مهما كان. يقول لهم إن من يساعد الأمريكيين سيحيق به عار في الدنيا، العار في الدنيا ويلقى العقاب في الآخرة.